فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب بأن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام التناسخية، وهي طائفة خبيثة كافرة. الأرواح لا تنتقل من شخص إلى شخص، كل شخص له روحه، ولكنها تقبض في حال النوم وترجع إليه، وتقبض في حالة الوفاة ولا ترجع إليه إلا عند البعث. كل روح ترجع إلى جسدها. فهذا هو الكلام في الروح، وهي من آيات الله، هي من المعجزات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان له روحه لا تنتقل إلى غيره. نعم.